السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في قناه ام اركان، قناه للافكار التربويه. كنعتذر على هذه المده اللي ما وضعتش في هذه الامور، لان يعني اوضاع في التعليم كما لا يخفى على احد ما لا تشجع على العمل بتاتا. بغيت نتقاسم معكم واحد العمل لان طلبوه مني مجموعه من الاستاذات، لان الوقت الحالي ضروري انك تقدم واحد التقرير ديال نتائج الاسلوب الاول وخطه الدعم المندمج. للاشاره واللي بغيت نقول بان هذا العمل ماشي عمل ديالي انا، المدرسه اتفقت انهم غادي يديروا واحد النموذج، غير كل واحد يغير الامور اللي كتخص به. فانا غادي نقدم لكم النموذج المستوى الرابع اللي كيخص اللغه العربيه واللغه الفرنسيه. العمل ماشي يعني عمل فردي، خديت من كل موقع شي شويه وجمعت هذه المساله هذه، لان كما كتعرفوا ما بقات حتى شي حاجه كتشجع اننا نخدموا يعني ونعطيو اكثر. فيعني غادي نحاول ما امكن، خديت من كل موقع شي شويه ودرت هاد التجميعه هذه. فانا ما كنقولكش بانها ديالي هذا المجهود هذا، وكما العاده اللي بغى يخلي واحد الجمايل ديالو لتحت وغادي توصل به. كما كتشوفوا قدامكم غادي نشوفوا هنايا غير مقدمه يعني اللي كتشرح فيها شنو الغرض من هاد داك هاد التقرير المستوى الرابع. وهنا جدول، هاد الجدول غادي نديرو فيه اسماء التلاميذ اللي يعني ها هنا يشير الجدول اسفله الى نتائج المتعلمين. استسمحنا غير واحد السباس يكون غير الحاصلين على العتبه النجاح. نتوما اللي كتعرفوا على عتبه النجاح بدا كيحددها مصاف 5، يعني اللي جابوا قل من 5 غادي يكون هنا. وهنا المعدلات ديالهم، وهنا نسب النجاح يعني غتحسبها كل واحد. هادو نسب النجاح اللي كانت عندي انا في القسم ديالي. وهنا التوقيت، امتى غادي نديرو التوقيت اللي غادي نديرو فيه الدعم. كاين الدعم اللي كنديروه ديما مندمج اللي هو في الاسبوع الخامس من كل وحده، وكاينين فترات اللي يعني كاين دعم مؤسساتي اللي كيدار خارج الفترات واللي كنتصدموا مع واحد الواقع اللي مرير، ان التلاميذ اللي محتاجين الدعم ما كيرجعوش. يعني واخا كيطوع الاستاذ ويدير الدعم المؤسساتي، فالتلاميذ اللي ناقصين ما كيجيوش لذاك الدعم المؤسساتي. واقع مر، ما عرفتش شنو هو الحل لدابا. هنا طريقه العمل كما كنعرفوا، تشخيص بناء على النتائج اللي لقينا شنو التشخيص باش نعرفوا التلاميذ. ولكن انا السنوات اللي فاتت كنفتح الدعم امام جميع التلاميذ، غير التلاميذ المتفوقين عندهم اختيار يجي اولا ما يجيش، ولكن التلاميذ اللي عندهم متعثرين ملزوم عليهم. وباش كنرجع المساله شويه داك المساله قانونيه، الاساتذه اللي غادي يطوعوا الدعم المؤسساتي يديروا ديموند ويتوجه نسخه للمدير ونسخه للمديريه، وما تبدا في الدعم ديالك حتى يجيك الرد من المديريه باش كتكون قانوني. واخر كل حصه حاول دير تسجل الغياب ديالك حمايه لنفسك وحمايه الاطفال اللي معاك، حيت دابا راه وقت راه ولات كتخلع. ها انتم كما كتشوفوا قدامكم هذه المساله هذه مع التركيز. وهنا غادي تجي الصعوبات، كل استاذ واش غادي يحدد الصعوبات بالنسبه للمستوى الرابع. صعوبات قراءه الجمل، الفقرات، قراءه سليمه. فاش كنهضروا على قراءه سليمه يعني خصو يعرف داك يقرا يعني يحترم علامه الترقيم، يحترم سؤال داك جمله ديال تعجبيه خصها تكون يعني بواحد شكل سؤال، خصو يطرحوا على شكل سؤال ماشي يقرا بدون توقف. صعوبه فهم المحتوى النصوص، مرادفات والاضداد، وماشي غير هذا، راه كاين حتى اسئله الفهم ما كيعرفش التلميذ شنو المطلوب منه وما كيعرفش يجاوب عليه. يعني هاد المسائل نعاودو نخدمو عليهم. وهنا شنو بعض الطرق للحد من هاد المشاكل او هاد التعثرات. استغلال النادي الثقافي وتحفيز المتعلمين على المشاركه في الانشطه المسرحيه، استغلال ركن المطالعه. وهاد الركن اللي الصراحه كنشوفو انا مهم في كل قسم، هكذا نكون واحد المصالحه مع الكتب، كل شيء خلى الكتب دابا. تحفيز المتعلمين على القراءة المنزلية، تحفيز التلميذ على قراءة القصص والنصوص، هذا فيما يخص القراءة. وهنا فيما يخص الدرس اللغوي كنديرو هنايا الصعوبات، وهنا بعد النماذج ولا بعد الحلول اللي يمكن يقترحهم الأستاذ اللغة العربية. كذلك عندنا هنايا الرياضيات كنشوف انا بالنسبة للرابع اهم مشكل
جوج المشاكل هو التلامذة ما حافظين جدول الضرب، حيت الا ما حافظ جدول الضرب غتلقى مشاكل في بزاف. هالقسمه جايه كيفاش غادي يعرف لك المضاعفات والقواسم؟ يعني هذه كنشوفها ضروريه، اللي كنتمنى حتى الامهات يساعدوا الابناء ديالهم باش يتجاوزوا. والمشكل الثاني اللي كان عند التلامذ في هذه الدوره هو الاعداد الكسريه، وكان من هنا كنعطي نصيحه للاساتذه المستوى الرابع، حاولوا تخدموا على توحيد المقامات. يقدر يكون عند التلميذ ولا صعوبه في الاختزال، ولكن حاول ما امكن جميع التلاميذ القسم يتمكنوا من توحيد المقامات، حيت لو وحد لك المقامات وعرف كيدير واحد المقامات ضمنتي عمليه الجمع والطرح الاعداد الكسريه غادي يكون فهمهم التلميذ كذلك. هذه خطوه اساسيه، وكذلك واحد الاشاره، يمكن الاساتذه يلتجؤوا للمقرر القديم ديال الخامس اللي كيقراو فيه الخامس، راه مقدمين الدروس ديال الاعداد الكسريه بطريقه بسيطه جدا، ويمكن لك تعتمد على الكتاب القديم ديال الخامس اللي راه مازال كيقراو فيه لحد الان وتقدم به للرابع، حتى غادي ياخذوا الامور يعني بسلاسه، مقدم المفهوم يعني بجزء بطريقه بسيطه حتى يتوصل التلميذ. اما في الرابع فبالنسبه للفرنسيه كاين لا ليكتور كما كتشوفوا قدامكم، هنا كاينين الصعوبات وهنا كاينين الحلول، او لا يعني هادو غير مجرد اقتراحات، لان الحلول كتختلف من قسم لقسم وتختلف كذلك من تلميذ لتلميذ. نحاول نكبر لكم باش يبان بالنسبه للناس اللي غادي تحاول ما امكن تقرا، وحتى اللي بغات غير من باب الاطلاع، راني كنحاول وكنعاود ناكد بان هذا العمل راه ماشي ديالي، خديت قريت بزاف ديال التقارير سير انترنيت وخديت الواجب، لان بالنسبه لي انا من الاحداث الاخيره قتلوا فيا الروح ديال انا العمل والابداع والجد والاجتهاد. وهنا فيما يخص ليكريتور اي لا ديكتي او لا لونغ بجوج، هادو معظم المشاكل تقريبا اللي غتلقى في جميع الاقسام، الا الاقسام اللي غادي يكون فيها المستوى يعني مرتفع شي شويه، اللي غادي يكونوا بعض المشاكل ما يمكنلكش تضيفهم تقدر تحيدهم من هنا. اللي غادي نزيد ناكد ان اللي بغاه على شكل وورد باش يموديفي فيه فمرحبه، يخلي الجميل ديالو تحت من الفيديو غادي نحاول نرسلو ليه. بالنسبه للاساتذه اللي كانوا طلبوا مني شي حاجه وما صيفطتهاش الاونه الاخيره، كنت مشغوله بزاف، كان عندي يعني التزامات اخرى، ما كنتش كندخل اليوتيوب، وهذا هو السبب اللي خلاني، زائد ان الاحداث الاخيره ديال الاستاذ تيردنت ما كتخليش انك لمن غادي دير هذا الابداع ولمن غادي دير. المهم هاد هما نموذج باش خدمت انا هاد العام، اللي بغاه يخلي جمايل ديالو. شكرا.